هل الوهابية خرجت على الدولة العثمانية وتعاملت مع الإنجليز والفرنسيين؟ هذا كلام غير صحيح بالمرة. هناك فارق بين الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية بعد ذلك. الدولة السعودية بعد ذلك فيما بعد الملك خالد وفيصل، أو بعد الملك فيصل وخالد، تكلم ما شئت، علاقتها بالإنجليز، بالفرنسيين، بالأمريكان، باليهود، زي ما أنت عاوز تقول. لكن الدعوة التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب ليس لها علاقة بهؤلاء الكفار، لا في الظاهر ولا في الباطن، فانتبهوا في هذا الأمر. ما حكم التصوير بالفيديو بالنسبة لمجالس العلم؟ يعني بعض أهل العلم أجازوا هذا. لمس المصحف للمحدث والجنب والحائط، هناك من منع مطلقا وهناك من فصل فقال لا يجوز للجنب أن يمس المصحف لأنه يمكن أن يغتسل وأن يرفع ما به. أما الحائط فاختلف فيها، هل يجوز أن تمس أم لا يجوز على النزاع، ولكن الأوفق يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى ولو حائط. المريض يسلس البول، نعم، يضع حائلا ويصلي، ولو نزل شيء في الصلاة فصلاته صحيح. يصلي بنا دائما بيقرأ الضمة كسرة والكسرة فتحة، علما صلاة فيها خشوع كبير. والله إن كانت هذه الأخطاء لها وجوه في اللغة ماشي، إن كان لها وجوه في اللغة ماشي، أما إذا لا يكون لها وجه في اللغة فهذا لحن جلي ينبغي أن يعلم وألا يقدم في الإمامة. ما ينفعش، ينفعش مثلا يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، حتى لو بكى، لو بكى واخضلت لحيته من البكاء وقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، مش مقبولة منه، ليس لها أي وجه من الوجوه. ده هذا العياذ بالله خروج من الملة إذا كان يقصد. فمثل هذا يعلم قراءة القرآن، مثل هذا يعلم قراءة القرآن، ولا يقدم للإمامة إلا من كان على علم بما يقرأ إن شاء الله. أختي تزوج وزواجها سيكون في بعض المنكرات، أعمل إيه؟ عليك أن تنصح، فأنت لست وليا للأمر. هو أنت اللي جهزتها؟ لا، اللي جهزها والدك، يبقى أنت لست وليا للأمر، ولي الأمر هو أبوك. انصح، قل له يا أبا الحاج مثلا ما ينفعش الكلام ده وناس مسلمين بتاع، كلمه واخلص له في النصيحة. لو سمع الكلام سمع، ما سمعش ما تعملت اللي عليك. تحضر، الأوفق إن أنت إيه؟ تتجنب المكان اللي فيه منكرات. يعني في هناك ناس مهووسين يشتروا ميزان علشان كل يوم يوزنوا نفسه، ها خس النهارده كم جرام؟ ها خس النهارده قد إيه؟ وبعدين يوزن الصبح والعصر والمغرب والعشاء في كل وقت، ولو أكل برتقالة يدور الجري يوزن نفسه. طبعا ده هوس، هوس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة، فلما أسن كانت تسبقه، فلما أسن امتلأ جسمه فكانت تسبقه. وحديث مالك بن الحويرث فيه ما يدل عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت امتلأ إيه؟ امتلأ جسمه، امتلأ بدنه عليه الصلاة والسلام. فامتلاء البدن يعني مش علامة على الفساد وما إلى ذلك، ولكن أهم حاجة أن تكون جلدا قويا، أن تكون جلدا قويا. إيه المانع أن يكون جسمك قوي ممتلئ قوي؟ إيه المانع؟ بعض الزملاء يقولون الأحاديث والأدلة التي وردت في تحريم الغناء غير صريحة. لا، هي صريحة واضحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا وصله غيره وإسناده صحيح، فهذا حديث صريح في المسألة. هل يجوز الحائض دخول المسجد لطلب العلم؟ والله المسألة بعض أهل العلم أجازوها، لكن لو احنا قلنا الأوفق أن تسمع الشريط لكان ذلك أولى.
كل الناس دلوقتي بتسجل، وكل من هب ودب دلوقتي عاد بيسجل، ها كل من هب ودب عاد بيسجل دلوقتي. فكون ان حتى يعني حد يسجل لي او انا، ده دلالة على قرب الساعة. فنسأل الله تعالى العفو. والله العظيم يعني دايما يعجبني قول الشاعر ان البغاة بأرضنا يستنسروا، يعني لو هناك بالفعل نسور وطيور قوية في بلدنا ما كانش الناس الضعاف اللي أمثال دولة كلهم موجود. فالناس الضعاف يعني قلبا وعقلا وعلما وفهما وسلوكا أمثالي ما صاروا شيئا إلا لعدم وجود العلماء النجوم الجهابذة الكبار. ولولا ذلك ما كان الصعاليك أصحاب الحقارة والدناء أمثالي تصدروا لمثل هذه المجالس. فنسأل الله تعالى أن يسامحنا وأن يغفر لنا وألا ينادي علينا يوم القيامة بالخزي والبوار يا رب العالمين. بالنسبة للأطفال ومشاهدة أفلام الكرتون، هذا من الأمور التي صارت لا يمكن تركها. يعني مسألة أن أنت تقفل على ابنك كل حاجة، النقطة اللي بعد كده هي الانفجار. الانفجار لا يمكن لابد أن احنا نعطي لأولادنا قدر يتنفسون منه ويتنفسون به. ومما لا شك أن هذه المصورات الكرتونية أقل فسادا من غيرها. لا أشعر بالإخلاص في عملي وأشعر أن قلبي جامدا. طبعا كون لو شعرت أنك مخلص في عملك فالشعور بالإخلاص عدم إخلاص، بل لابد أن تتهم عملك دائما. كان الصحابة وهم من هم يتهمون أعمالهم. قال أبو العالية: قابلت أكثر من 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. شوف الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، واحدون يظن أنه ناج من النجاة. سبحان الله. كان إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتجد الواحد منا يمشي في الشارع كأنه صار من أهل الجنة. سبحان الله سبحان الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمسك بحذيفة فيقول: أنشدك الله، هل أنا ممن سماهم لك رسول الله؟ ألا حذيفة يخاف على نفسه أن يكون ممن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النفاق لحذيفة. فمن خاف أدلج، من خاف أدلج، من خاف أدلج. وقال العلماء: الخوف صوت يسوق الله عباده به الخير. فكم من كسول قرع بصوت الخوف فهرع إلى ربه ومولاه، فكان في قربه من أكثر من غيره من العابدين. فينبغي للمرء أن يجتهد أن يكون قريبا من ربه، وأن لا يلتفت لأحد من الخلق بعد ذلك. فاستواء الذم والمدح، واستواء القرب والبعد، واستواء الرضا والسخط، هذا كله علامة الإخلاص. فاسقط الخلق فيما بينك وبين ربك تنجو إلى ربك. الذي ينتسب إلى كلية عملية يترك كلية عملية عشان يطلب العلم الشرعي؟ لا، حاول أن تأخذ من العلم الشرعي ما يكفيك إلى أن تنتهي من كليتك. فإذا انتهيت من كليتك فعليك أن تفرغ نفسك تماما لطلب العلم الشرعي. وإذا تهيأت لك فرصة في الأجازة أو نحوها فاجتهد فيما ينفعك، والله المستعان. إذا أصاب الثوب نجاسة ثم صلى فيها، هل هذه الصلاة تكون صحيحة ولا يعيد هذه الصلاة؟ إذا كان يجهلها وأنهى صلاته وهو جاهل لها فالصلاة صحيحة، لا يعيد الصلاة. أما إذا علم نجاستها وصلى فيها فالصلاة باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. إلا إذا كان معذورا. يعني معذورا أي لا يملك ثوبا غير هذا الثوب، لو خلعه هيصلي عريان.
طب يصلي عريان ولا يصلي بثوب يكسوه ولكن فيه بعض الوسخ، يعمل إيه؟ هنا إن تعارض عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد إن شاء الله. ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بخفيه وكان فيهما قذرا أو خبثا أو أذى، ففي بعض الصلاة أتى إليه جبريل فأخبره أن بهما أذى أو خبثا أو قذرا، فنزعهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعد ما صلى قبله. الظروف لا تسمح أن أقول أذكار الصباح في وقتها، فهل يمكن أن أقولها قضاء كل يوم؟ أنا صراحة لا أعرف القضاء في الأذكار، دي مسألة ما عرفتهاش، لا أعرفها، لكن حاول أن تجتهد أخي الحبيب. ورد في كتاب حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك للدكتور زقزوق المسائل التالية التي تحتاج للإيضاح. فصل: موقف الإسلام من الفنون. 1- وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الدف والمزمار دون تحرج. 2- أوصى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن ترسل من تغني في حفل زفاف قريبة لها زفة الرجل الأنصار. 3- أما الرقص فالإسلام يفرق فيه بين رقص المرأة ورقص الرجل، فالرقصات الشعبية التي يؤديها الرجال فلا ضير فيها. وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة بمشاهدة الأحباش وهم يرقصون في يوم عيد، ورقص المرأة أمام النساء لا حرج فيه. أما التمثيل فإنه ليس حراما ما دام في إطار المبدأ الأخلاقي، ولا حرج أيضا أن يشمل التمثيل على ألوان اللهو البريء والترويح المقبول الذي لا يخرج عن نطاق المعقول. أما النحت والتماثيل المجسمة نقط يعني، ويرجع السبب في تحريمها إلى ما يخشى من توقير هذه التماثيل، فإذا لم يكن ذلك وارد على الإطلاق نظر لارتفاع درجة الوعي لدى الناس فلا ضرر من التماثيل ولا حرج فيه لانعدام سبب التحريم. طبعا الخامسة العدد 120. أنا أضيف أنا أظن أن اطلعت على دوت، أو لو الأخ يجيبه لي، لأن كان منذ حوالي 3 سنوات أظن نفس الرسالة طبعت، أن هو بيذكر بيحب سماع الغناء من أم كلثوم وما إلى ذلك يعني. أنا لن أرد لأن عدم الرد رد، عدم الرد رد، فيكفي من سقوط القول عدم الرد عليه. ده الناس المناطقة بيعملوا كده كتير، ناس مناطقة ومذكرين القول وفتحت كده ويكفي في بطلانه عدم الرد عليه، يعني ما يستحقش أن أرد عليه. طب دلوقتي بالنسبة للبليه بقى، يبقى ده بقى ده، ما هو البليه ده لا هو رأس شعبي ولا هو رأس إيه شرقي ولا رأس هندي، فلا إله إلا الله. يحلى بد بقى احنا نقسم بقى، حسبي الله والله. نعم، حديث قل الله تعالى ثلث القرآن صحيح. هل يجوز أن تخرج أموال الزكاة في زواج محتاج؟ لسه تعالى أن ينفع بمالك. هل يجوز لأخ ذا لحية وثوب قصير يذهب مثلا إلى مدينة ملاهي أو ما شابه ذلك؟ فلهذا حرام عليه وعلى غيره، أم مكروه له مباح لغيره؟ ولا يجوز له أن يجلس في قاعة كمبيوتر يلعب وياله نحو ذلك مع من يلعبون؟ مسألة فيها تفصيل، يعني هو رايح لوحده ولا رايح مع عيال الصغيرين مثلا؟ ما نفرق، لو رايح لوحده يلعب يركب العربية اللي بتمشي بالكهرباء ديت، ويركب الزنينة واللفافة اللي بتلف دي، يركب الأرنب ويلف في البتاع ديت والكلام ده، يبقى ده كلام تاني. لكن لو رايح الأماكن ديت عشان يركب عيال الصغيرين، طب يعمل إيه؟ ما هم العيال الصغيرين لابد يتفسحوا ويلعبوا، هما عيالنا دولت هنحط في ايديهم ورجلهم كلبشات ونربطهم في البيوت؟ ولا عيالنا دولت لهم حظ زي كل العيال في الدنيا يتمشوا ويتفسحوا ويجروا ويتمشوا كده وكده؟ لابد يجروا ويتمشوا. قال لا، مش معقول ابني يروح مدرسه زميل يقول له انا كنت بتفسح امبارح وركبت العربيه اللي بتمشي بالكهرباء، ابني يقول له في عربيه بتمشي بالكهرباء لو كده؟ ده لا يمكن، لابد اركب ابني العربيه ديت. طب ابني يركبها ازاي؟ يركبها ازاي؟
أوديه مثلا مع واحد ما أعرفوش، ولا أنا أروح معاه عشان لو سمع أي سلوك مش كويس، شاف منظر مش كويس، أحد أوجهه وفهمه؟ فالمسألة لابد يبقى فيها تفصيل، لابد يبقى فيها تفصيلات، وينبغي أن يكون بيننا التراحم وحسن الظن. إحنا دلوقتي نعتبر مجتمع مفتوح على بعض، وفي أمور قبل كده كانت حرام دلوقتي بيعاد النظر في حرمتها. يعني في قبل كده أمور كان قولا واحدا اللي يعملها يبقى خارج من الالتزام وسك عليه انتهت قصته. المسألة دي لابد أن يجتهد فيها من مرة أخرى من جديد. يعني في دلوقتي إخوة كتير جدا عندهم دشات بيسمعوا فيها قناة المجد والدروس والمحاضرات ومشغلينها بطريقة ممتازة جدا. طب دلوقتي أقول ده حرام؟ أول ما طلع الدش ده كان القول واحد أنه إيه؟ حرام. لأن كان إيه اللي بيعرض عليه؟ عبد العليم حافظ وكتكوت الأمير ونبوت الغفير والحياة دي. لكن دلوقتي أصبحت فيه هناك أمور جديدة، أمور جديدة دلوقتي، يعني لابد يبقى فيه هناك توسع في الفتية بحيث أن احنا نواكب هذه المستحدثات. لما حصل اللي هي أحداث سبتمبر وكده، قال لا ما احنا روحنا للناس اللي عندها دشات وروحنا اتفرجنا على طول اليوم قاعدين نتفرج على اللي حصل، مش كده؟ ما لو كان حرام نتفرج ليه؟ طب ما دلوقتي الناس اللي يقولوا لنا انتوا يا سنيين دولت انتوا ناس ما فيش عندكم السواق في الميزان، ليه؟ يقولوا تقولوا ما التلفزيون حرام، واخد بالك ازاي، والدش حرام، والشيخ فلان والشيخ علان بييجوا دايما على الدش والقنوات الفضائيه، فلو كان حرام بيجوا ليه على الدش؟ طب ده بالفعل كلام مظبوط. فدلوقتي اصبحت في هناك قنوات زي المجد، زي كذا زي كذا، فيها حلقات إسلامية، فيها ندوات، فيها محاضرات، فيها مباحثات، فيها مناظرات، فيها كذا فيها كذا. فهناك بعض المسائل التي كانت حراما قبل قولا واحدا، الآن الإنسان بقى جبان إن يقول فانها حرام. أنا صراحة جبان جدا إن أنا أقول في المسائل دي إنها حرام. فلابد الأولاد دولت ياخدوا حظهم من الترفيه ومن اللعب ومن الانطلاق، بحيث ان هم ما يقولوش ان احنا يعني كركبنا عليهم الدنيا وقفلنا عليهم الدنيا فيمشي من وراك علشان يتفسح. فلما يمشي من وراك عشان يتفسح هيغلط. خدوا انتم من ايدك وفسحوا ولعبوا معاك وما الى ذلك. لقد كثر هذه الايام عمليه التنصير، رئيس بعض هؤلاء يحملون اسماء المسلمين الموجودين في المنصوره. والله احنا مش عاوزين نسمي ما يقوم به المفسدون النصارى نسميه بالتبشير، لأن صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا. فالتبشير إنما يكون بما يسر، وهؤلاء لا يأتون بما يسر وإنما يأتون بما فيه معصية الله عز وجل. ولا ينبغي لأحد أن يسمع لهؤلاء القوم ولا أن يلقي إليهم بالا. في هناك شيخ في مصر بيصلي عصر الجمعة حتى قبل المغرب بربع ساعة ثم يدعو، وهذا يعهد كل جمعة، ويفعل هذا تبعا لحديث ساعة الإجابة أنه يدركه قائم يصلي. لا 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 لا، الكلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وينصح أن يترك هذه البدعة. هل ما يضاف في صيغة العقد الزواج كماذا فلان يصح أم يقول المأذون؟ هو المقصود بالصيغة إن هو أي صيغة يصح بها العرض والقبول والموافقة. لكن أحيانا بعض الناس المأذونين بيعملوا صيغ كبيرة وطويلة وعريضة عشان يعني إيه لزوم الصنعة، يعني لزوم الصنعة، يقول لك سل حط إيدك في إيده والمنديل والبتاع، فده يعني إيه لزوم. ذكرت قناة الجزيرة في خبر أمس أن يوم الجمعة القادمة سوف تأم مسلة أمريكية في صلاة الجمعة المصلين الرجال، وذلك في الأمريكية لا أذكر اسمها. أيوة نعم، طبعا هذا كلام فاسد ولا يصح، ده آخر بقى تأليعات أمريكا بقى. ما هي أمريكا دلوقتي يا إخواني عاوزة يعني تعلمنا الإسلام وتعلمنا التاريخ. أنا رأيت بنفسي صورة لجورج بوش هذا القسيس الأصغر قاعد في حديقة بتاعة البيت الأبيض، وتحت رجليه مجموعة كبيرة من أولاد المسلمين، وقاعد يقرأ لهم كتب في التاريخ
يقول جورج بوش يعلم أولاد المسلمين التاريخ. ما هو التاريخ؟ ما تاريخ زي ده، زي اللي احنا بنراه ده. فمسألة إن امرأة تأم الرجال في صلاة الجمعة، هذا يعني أمر لا يجوز شرعا، مش منكر، لا، لا يجوز شرعا، حرام. هل هناك ما يمنع صاحب مكتب من يقرأ الكتب الموجودة قبل أن يبيعها؟ لا، ما فيش أي مانع خالص. بل كان الجاحظ على ما أذكر أو أحد المتقدمين كان يطلب من صاحب كرابيس، صاحب الأوراق، أن يبيت الليلة مع كرابيسي ليقرأها، ما فيش مع فلوس. يعمل إيه؟ يقول لو سمحت بيتني الليلة عندك في وسط المكتبة بتاعتك وسيبني. يقعد بقى إيه؟ يقرأ بقى، فلا بأس أنه يقرأ، إيه المشكلة؟ قد وعدتم بدرس لغة وننتظر فارغ الصبر، فين وإمتى وإزاي؟ مش عندي مانع، لكن فين وإمتى وإزاي؟ إذا قتل الكفار من المسلمين عدد من الأطفال، هل يجوز المسلمين قتل نفس عدد من أطفال الكفار؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن احنا نهينا أن نقتل من الكفار الشيوخ والأطفال والنساء، نهينا عن ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كفار لو غلطوا ما احنا نغلطش. كنت جنبا وذهبت إلى مكان لا أستطيع الاغتسال ودخلت الفريضة، فكيف أصلي؟ تصرف، شد حيلك كده وإيه وحاول تصرف. ممكن تدخل دورة المية وتغتسل، ممكن تصرف نفسك في المسألة دي. أعد الحوار الذي دار بين عبد الله بن عمر والاثنين اللذين أتيا مهاجرين. لا، ما نقولش أتيا مهاجرين، أتيا وافدين إليه. حديث عبد الله عبد الرحمن الحميري قال انطلقت أنا وصاحبي إلى المدينة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وفي الروايات الموجودة ناس بالبصرة يتقفرون العلم، يتفيقهون العلم، يتفقهون العلم، يتقعرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كنت قد رأيت في رؤي أني في مجلس علم لشيخ كبير أحبه في الله، وقام ذا الشيخ للصلاة فبدأ بالتكبير ونسي قراءة الفاتحة وأخذ يتلجلج في قراءته. نسأل الله تعالى أن يأخذ بيده وأن يذهب همه يا رب، هذا هم ركبه، فنسأل تعالى أن يزيل همه. ما معنى المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يحدد الشرع شكلا ولا حالا ولا ضابطا لها، وهي في الوقت نفسه لا تنافي الشرع. اللهم رب ذي دعوة التامة تقال بعد الأذان. أقوم بعمل الشاقة كما شخص يحلف دائما عليها والنبي والنبي. ومرة قلت لا نبي ولا، فهل لي من توبة؟ لا نبي ولا إيه بقى؟ ولا نقط. يعني إيه نقط ديت؟ فيها إيه؟ شتيمة؟ لا، هو يوجهها يستغفر الله عز وجل. هل قنوت الفجر بدعة؟ هذه لم تثبت ثبوتا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما فيها مذهب الإمام الشافعي، ومذهبه معتمد على ما أخرجه الإمام الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط حتى مات. قال ابن القيم فإذا صح هذا الحديث فهذا مستند للشافعي عليه رحمة الله، أما وهذا الحديث لم يصح فلا مستند. وحتى ولو صح هذا الحديث فإن القنوت لا يقصد به القيام للدعاء في الفجر، ولكن يقصد به طول القيام للطاعة والعبادة. ومنه قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله
هل المقصود بذلك قانتا لله واقنوتي لربك يعني صلاة الفجر اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ لا، ولكن يقصد بالقنوت طول الطاعة في العبادة. وبالتالي الأحب أن يترك القنوت إلا إذا كان الناس يعتادون. تعمل إيه بقى؟ عودهم على تركه. إزاي؟ إن أنت تقنط مرة وتسيب 3-4 مرات لغاية، وبعد تقنط مرة 3-4 مرات لغاية لما يتعودوا إن ممكن تسيب أكتر مما تفعل، بعد كده أترك خالص. هتلاقي المسألة بقت إيه؟ بقت سهلة إن شاء الله بالتدريج، كل حاجة بالتدريج. إذا دخلت والإمام يقرأ فاسمع لقراءة الإمام، يسمع لقراءة الإمام معه. لو ترك وقتا يقولها، إذا لم يترك يبقى قراءة الإمام قراءة له. أقسمت على نفسي أن أقوم ليلة ما ولكن نمت تلك الليلة حتى الفجر، فهل عليك كفارة؟ طبعا، إطعام 10 مساكين. رأيت في المنام أني في كذا، وأثناء صلاة العصر في كذا شهقت 3 مرات، ثم وقعت أرض مغشيا علي، وسمعت الناس يقولون لقد مات فلان باسمي، ولكن بعد ذلك قمت وتجولت مع أصحابي في كذا. صاحب الرؤية هذا رجل فاضل، رجل فاضل له مراد في هذه الدنيا يوقعه الله تعالى له إن شاء الله. هل ثواب القرآن يصل الميت؟ على نزاع، على نزاع. هل علينا من ذنب من تنصير بعض المسلمين؟ طبعا، يعني لما نعرف ان في مسلم عاوز يترك دينه لابد ان يكون في هناك يعني رد فعل، مش رد فعل نعمل مظاهرات ونكسر الدنيا، لا، رد فعل احنا نروح نزوره ونشوف الشبه الموجود عنده ونناقشه وبالراحه لعل الله تعالى ان يهديه. جاءني ابي رحمه الله في الرؤيا وكانه عائد من سفر، فسلمت عليه ثم قال لي لك عندي مفاجأة، فقلت ما هي؟ قال جئت إليك بمكتبة، فقلت له مكتبة مكتبة أي إسلامية؟ قال نعم. قلت أين هي؟ قال في الطريق. قلت له هل اشتغلت؟ قال لي نعم في مجلس الشعب. وقلت له فيها صحيح البخاري وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال نعم. وصفها لي إلا أني رأيتها صغيرة إلى حد ما، ففرحت بها فرحا شديدا حتى احضنته مرتين، ثم جلسنا بعد ذلك ورأيت جلده وكأنه أبيض بياضا لم يكن كبياض جلد. هي كويسة بس الجملة اللي هي اللي تعكر الدنيا اللي هي ديت، يعني ايه ديت؟ انا مش عارف افهمها، يعني لان هو عمل كده كم قوس كده وكم سهم كده، فمش عارف ديت متعلقة بأي شيء بالضبط. لكن هي رؤية لا بأس بها طيبة، وان كان ايضا يعكرها ان هذه الكتب صغيرة الى حد ما، فهذا دلالة على أن يعني حصيلته أو يعني تحصيله في العلم ضعيف. الأخ الصابر ده تحصيله في العلم ضعيف، لعل الله تعالى أن يجبرنا وإياه. والدي حتى 40 من عمره رجلا ملتزما، ولكنه بعد ذلك أصبح يعتقد أنه لا يوجد رسل من عند الله، ولكن الله يعرف بالفطرة ومن خلال التأمل في كونه، ولا يحتاج إلى رسل ليعرفون به، فيؤمن بالله ولكنه لا يؤمن بالرسل. وقد كنا وقت بداية هذا التغيير في حياتي صغارا لا نهتم بوضع كهذا، ولكننا الآن عندما كبرنا وأصبحنا نسعى التزام بتعليم ديننا بعد هذا الوضع جانا كثيرا، وخصوصا الوالدة. الواجب اللي احنا نعمله نسأله، هل أنت تؤمن بالقرآن؟ هل أنت تؤمن بالقرآن؟ لو قال أنا أؤمن بالقرآن انحلت المشكلة، مش كده؟ لأن يلزم بالإيمان بالقرآن أن يؤمن بمن نزل عليه القرآن، صح؟ فيؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآمن بالقرآن، فإن القرآن ذكر الأنبياء والرسل، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكريما، فيلزمه بهذا الإيمان أن يؤمن بمن ذكر الله تعالى من الرسل. أما إذا قال أنا لا أؤمن بالقرآن، إذن هذا والعياذ بالله يعني كفر عظيم، ينبغي أن يبين له وأن يتلمس الرفق إلى نصيحته قدر الإمكان. فربما يعني لعب أحد كما يقولون في عقله، وربما أصابته زلة الفلسفة،
لأن الفلاسفة يبدأون حياتهم بالبحث عما يظنونه حقا، وفي الحقيقة يكونون من أبعد الناس عن الحق. يعني الفلاسفة يقول لك إحنا بنسعى إلى الحقيقة وإثبات الحق، مش كده؟ ويقعدوا يدوروا ويقعدوا حياتهم كلها يبحثوا عن الحق، وفي الآخر يطلعهم هم من أبعد الناس عن الحق. يعني يبقى أبو جهل وأمية بن خلف وأبو لهب يكونون أعلم بالحق من أولئك الفلاسفة. فنصب تعالى فيه، فالرفق والهدوء والنقاش الهادئ يأتي ذلك بالخير إن شاء الله. مسألة التمذهب مسألة حادثة ولم تكن في القرون الفاضلة، وهي مفيدة من حيث الطلب. يعني لو واحد بيطلب العلم له أن يتمذهب على مذهب، ولكن عليه أن يلتمس الحق ما استطاع إلى ذلك من سبيل. أما أن يجمع عقله وقلبه على ذلك المذهب وأن يعتقد أن الحق فيه ولا يخرج عنه أبدا حتى ولو كان ذلك المذهب يقول بخلاف الدليل، فهذا تعصب مقيت ومفض إلى الانحراف والضلالة. يعني افترضنا واحد حنفي، الحنفي ده بيحط إيده تحت سرته لما بيجي يصلي، بيعمل كده بيحط إيده تحت السرة. فأنت قلت له والله إن هذا الحديث اللي وضع اليد تحت السرة حديث أخرج أحمد في المسند وإسناده لا يصح، والأحاديث الصحيحة صريحة في وضع اليد على الصدر كحديث وائل بن حجر وكحديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد في البخاري وحديث وائل بن حجر في السنن. وهذا كلام جمهور بل عامة أهل الحديث في هذه المسألة. يا ترى يعمل إيه؟ يقول لك لا، بس أنا طالما مذهبي حنفي ما سيبش المذهب بتاعي ولا يمشي على حسب الحديث الصحيح. توائل بن حجر بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي يضع يده اليمنى على كف ورزق وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. تنص واضح جدا. وائل بن حجر ده متأخر في إسلامه، يبقى ده آخر العهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده عليه على صدره. يقول لك لا، بس أنا مذهبي حنفي ما عملش كده. طب والحديث نعمل في إيه؟ ماذا نصنع بهذا الحديث؟ واحد مالك، يعني معظم بتوع المغرب وتونس وليبيا وبعض البلاد في البحيرة في مصر يرسلون أيديهم، ما يحطوش إيدهم على صدرهم أبدا. ليه؟ يقول لك إحنا ملكين. والإمام مالك مذهبه إرسال اليدين. نقول له سبحان ربي، ولكن مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قبض الشمال باليمين، بل في الحديث الصحيح إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث نص ولا حديث بيّنت كيفية وضع اليمين على الشمال وعلى أي موضع يكون ذلك الوضع، نعمل إزاي؟ بين. يعني بقى كده كده صح وكده صح وكده صح، لكن كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، بعض الناس بيصلي كده ده غلط. لكن لأن الرزغ أو ساعد من الرزغ إلى الإيه؟ إلى المرفق، من الرزغ إلى المرفق، الساعد من الرزغ إلى المرفق، فأي موضع من الساعد وضعت فيه جزءا من اليمين فصحيح. يعني ممكن تعمل كده اهو كده صح وكده صح وكده صح كده صح كده صح كده صح كله كده صح، ويجوز لك الوضع، ويجوز لك ان تضع اليمين على الشمال، ويجوز لك ان تقبض الشمال باليمين، يجوز كده يجوز كده. يعني زي الوضعين دول، هذا الوضع الاول هيكون الوضع والثاني هيكون القبض، ده ايه وكده. لكن ما ينفعش تجمع بين الاثنين كده، ما ينفعش تجمع بين الاثنين، ما ينفعش تجمع بين الوضع والايه والقبض، اما تخليها وضع واما تخليها ايه قبض. ده ثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يجوز التمذهب، ولكن اذا خالف المذهب الدليل
لابد أن أدور مع إيه؟ مع الدليل. ماشي إخواني. النقطة الثانية أن التمذهب يجوز لا سيما في مراحل الطلب، في مراحل الطلب، لأن لو واحد مبتدئ قلنا له تعال أهم حاجة النص، يجي يدخل بقى في كل مسألة فيها 12 قول وكل قول فيه أدلة ما شاء الله، هيدرس مسألتين ثلاثة بعد كده يقول يوم نايم على ظهر إلحقوني يا عارف، واخد بالك إزاي؟ يقول أنت أنا كنت في سعادة وهناء ولما رحت الناس دول عقدوني في حياتي ربنا ينتقم منهم. لا لا لا، الطالب احنا نديله القول المبسط وعليه الدليل اليسير، واخد بالك، وهو يلتزم بذلك، وعندما يقوى في الطلب وتنشط همته وتقوى قرحته ويصفو ذهنه ويكون قادرا على التمييز، له بعد ذلك أن ينظر في الأدلة وأن يرجح بينها ويراجح بينها. والله تعالى أعلم. كلمة رمضان ممنوع من الصرف، شهر رمضان مش كده، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وفي هنا فائدة بسيطة في اللغة، تعرفوها ولا بلاش؟ تعرفوها ولا بلاش؟ طيب بسيطة أوي، ليه سميت الكلمات التي تجر وعلامة جرها الفتحة ممنوعة من الصرف؟ ليه؟ قالوا لأن هذه المسألة لها علاقة بالبيئة، علاقة بأيام زمان كان الرجل الصيرفي الجواهرجي الدنانير والدراهم كانت مصنوعة من الفضة والذهب، كان الرجل الجواهرجي أيام زمان عندما يأتيه الدينار أو الدرهم يعمل إيه بقى؟ عنده حتة مثلا صخرة أو بلاطة كده ويوم رميها كده، فلما يرميها طبعا هو راجل بيعرف بالصوت، ممكن يكون الدينار مصنوع من الذهب بس ممكن يكون مغشوش، مغشوش يعني ايه؟ محطوط فيه سبائك كتير، محطوط فيه صفيح وحديد وبتاعه مش عارف ايه، فلما يرنه كده بيعرف من خلال الصوت هل هو مغشوش ولا نقي صافي. لو كان هو سليم وصحيح صحيح يتصرف، يقول دي عملة صحيحة تصرف، أما لو كان به علة الصوت ما بيصوتش يقول لك لا ده مغشوش به علة فلا يصرف، فلا إيه؟ فلا يصرف. طيب الصبة، الصبة اللي هو التنوين، اللي هو الإيه؟ التنوين، مش التنوين اللي فتحتين كسرتين ضمتين، يقول لك نون رخيمة رخيمة تخرج من الخيشوم، بدليل قلت محمد قمت ماسك مناخيرك، قل كده اعملوا كلكم كده، قل محمد امسك مناخيرك كده، ايه اللي حصل؟ انا اقول كده، ادي شوف يا اخوانا اسمعوا كده، محمد، سامعين الصوت ده؟ ده اسمه الايه؟ الغنة، بتخرج من الخيشوم، الخيشوم اللي هو تجويف الانف من الداخل، بدليل ان انا لو قلت محمد سمعناها الاول محمد محمد، طب لو انا بقى مسكت مناخيري وقفلت الخيشوم اقولها كده بقى محمد، مش هتبقى تيجي خالص. يبقى اذا التنوين ده اللي هو الصوت، صوت النون، فلو الكلمه اتنونت بقى لها صوت، نونت بقى لها صوت، يبقى الكلمه ديت ايه؟ تصرف، قياسا على الايه؟ على الدرهم اللي صوت، ايه يعني احدث له صوت فصرف، اما اذا لم ينون فانه ايه؟ لا يصرف. يبقى الكلمه لو نونت بيسمى كلمه صحيحه تصرف، اما اذا لم تنون فهي غير صحيحه ايه؟ لا تصرف. ماشي الحال. دخلت في صلاه العصر والمصلين سجود في اخر ركعه وانا لا اعرف، وهذا المسجد يصلي بسرعه، فغيرت نيتي من فريضه الى نافله واتممت اربع ركعات، ثم ذهبت لاصلي الفريضه مع الجماعه في مسجد اخر، فهل في تغيير نيتي شيء؟ وانا فعلت ذلك لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه ادرك الصلاه. دخلت في صلاه العصر وبعد ما دخل معهم في الفريضه غير نيته الى نافله، لا 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 هذا غير صحيح.
كلام الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه فأتموا. وهذا نص في المسألة، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب الأحناف. فالصحيح في هذه المسألة إن أنت إذا دخلت المسجد وفاتك من الصلاة حتى كل الصلاة لم يبق حتى إلا تحيات فلا بأس. الذي عندما يصلي بالذات وهو واقف يشعر باضطراب ساقيه وارتفاع درجة الحرارة وزيفان العين نحو ذلك، وهو لو وقف في أي موقف غير الصلاة لا يشعر بأي من ذلك، أخشى أن يكون به شيء، فليكثر من الرقية والأذكار وقراءة القرآن لعل الله تعالى أن يذهب ما به. حديث ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد للنكاح والطلاق ورجع، هذا حديث مختلف ما بين التصحيح والتضعيف، والجماهير على تحسين هذا الحديث، على تحسين هذا الحديث، ولا يكاد أن يكون الإجماع منعقدا على طلاق الهازل، على طلاق الهازل. ولكن بعض أهل الحديث والظاهرية يقولون بأن طلاق الهازل غير معتبر. هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ هذه المسألة أجازها بعض العلماء منهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذا كان خلف الإمام رجل واحد هل يكون في استقامة واحدة؟ أي نعم، وأثر عمر بن الخطاب دل على ذلك في صحيح البخاري. يعني لما يكون اثنين بيصلوا يصلوا إيه؟ جنب بعض في استواء واحد. هل كل ما أسمعه من أحاديث وأقوال يجب أن أنفذه والحج على الداعية أو على القائل؟ والله إذا كان الداعية هذا أو القائل هذا ممن يحشد ولا يميز كحاطب ليل فلا تقبل منه شيئا، أما إذا كان من المميزين المبصرين المدققين فاقبل منه والعهدة عليه. يعني افترضنا مثلا نازل بيسمعهم في شرائط، يعني الواحد أحيانا بيسمع مثلا يقول لك وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مش الشيخ الحسان، واحد تاني تيجي تسمع تجد مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوع. يعني من عرف عنه التدقيق فيؤخذ منه، ومن لم يعرف عنه التدقيق فليتجنب. وأذكركم بكلام محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يريد نحفظ القول دي، قال محمد بن سيرين إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا قلت أكثر من مرة بأني لا أتكلم عن أشخاص أبدا، يعني أنا لا أتكلم عن أشخاص أبدا، ولكن أتكلم عن أفكار، عن مناهج، عن تصورات. لو بدأ الإنسان في صلاة بدأ بيقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم، لا هذا السهو مجبور، مجبور ولا عليه إن شاء الله. أبي كان ملتحي قبل أن يأتي مستشفى الطوارئ، فلما دخل مستشفى الطوارئ حلق له لحيته وهو مغمى عليه لا يدري، فهل عليه إثم؟ إذ إنه في العناية المركزة. أرجو الإفادة وأسأل تعالى أولا أن يشفيه. وأول مرة أعرف إن هم في العناية المركزة لحلق اللحية، المسألة أصلا مسألة عجيبة، مسألة عجيبة جدا. والأمر ده لو الأخ ده يعني أراد إنه يأخذ حقه ممكن يأخذ حقه بسهولة. نعرف ناس كتير جدا كانوا ملتحين ودخلوا العناية لا تحلق لهم لحيتهم ولا خلاف. إيه المشكلة؟ يعني اللحية ما هي شيء، لحية زي الرأس، ما لو كان مثلا هيبقى فيه جراثيم وتلوث وبتاع يبقى اللي يخش بقى ده هو يجيبه بقى يحلقه كل الشعر اللي في ايديه واللي في راسه وشربه وما يسيبوش شعرايه في جسمه اللي لم يحلقه. هم يعملوا الكلام ده؟ ما بيعملوش الكلام ده. فالعمل الكلام ده اخشى ان يكون عاملا سخيفا جهولا وتجرأ وصنع ذلك. فانت من حقك ان انت تشتكي وتشوف الكلام ده حصل ازاي وعلى اي اساس تم هذا الامر، ده من حقك. لا تجتمع امتي على ضلاله. اولا هذا الحديث لا يصح
ولو كان معناه صحيحا فالمقصود بالأمة هي أمة الخير. يعني افترضنا أن أمة الإسلام دلوقتي اجتمعت على التفرج على مطشة الكور، يبقى حلال؟ يريدناها نجنب مساجدنا مساجد البيع والشراء، يعني اللي هو بيتكلم مثلا في موضوع والموضوع ده بيلخصه في ورقتين ثلاثة والورقة بشيل مثلا، فالناس في المسجد يشتروا الورق ده، طبعا يكون هذا خارج المسجد لا في المسجد. ما رأي القميص الأحمر الصافي مع البنطلون الأسود؟ طبعا الأحمر الصافي ما ينفعش، ولكن يمكن أن تجعله أحمرا مخططا، تروح رجل خياط وتقول له أنا عاوزك إيه كم سيدابة كده بيض، عشان يبقى حتى أنت رجل وطني، لما يكون القميص أحمر ومخطط بالأبيض يبقى أسود وأحمر وأبيض، يبقى أنت كده إيه وطني. ما معنى ولا يأكل طعمك إلا تقي؟ هل معنى ذلك أن الشاب غير ملتزم لا يأكل معي على سبيل تأليف قلبه؟ لا، إذا كنت تطمع في هدايته لا بأس أن تؤكله وأن تشاربه. كلمة الإرجاء تكلمت عنها في دروس الإيمان الأوسط كلاما كثيرا، وتكلمنا عن فرق المرجئة كلاما واسعا، ولكن باختصار شديد المرجئة هم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ومنهم من يدخل الأعمال ولكن دخول مجازي، ومنهم من يقول بأن الأعمال هي ثمرة الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. يبقى مرجئة الفقهاء في أمرين، إما أن يقولوا بأن دخول الأعمال في مسمى الإيمان دخول مجازي، أو يقولوا بأن الأعمال دخولها في الإيمان دخول بأن الأعمال ثمرة للإيمان، فيكون بذلك مخرجا أيضا العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة هم الذين يرجئون أي يؤخرون أو يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يقولون بأن الإيمان قول وعمل. هل يجوز تقبيل أيدي العلماء أم إنه كما يقول بعض سجد صغرى؟ والله إن وجدت معالما كمثل هؤلاء القوم إحنا نبوس إيدهم ورجليهم، أنا علي أبوس إيده ورجله لما نجد علماء، بس مش نجد ناس زي حالاتنا كده ونقول دولة علماء، إحنا مش علماء ولا حاجة. إحنا لو وجدت أصاغر وأحاقر طلاب العلم يبقى إحنا من أصاغرهم، يعني هم مش يعني أصاغر طلاب العلم شوف، وأصاغرهم بقى هيكون لهم أمثال، فلا ينبغي يعني لمثل هذا البغاة أن يتنصر، ولا ينبغي لمثل هؤلاء الأدلاء في العلم أن يرفعوا رأسا، ولكن أنتم ابتلوتم بمثلي فصبركم الله. رؤية الملابس الواقع على بعض الحشرات ومن ثعبان صغير وحشرة كذا يجري تحت السرير، أسأل الله تعالى أن يحفظك، والظاهر أن هذا بأس ولكن لن يصيبك منه شيء. هل كان هناك صحابي سمى القعقاع بن عمرو؟ دي مسألة تحتاج إلى بحث، لأن الصحيح لأن فيش حاجة اسمها القعقاع بن عمرو. الناس بتقول بتنسك حاجات كتيرة، زي في هناك قبر وضريح ومولد في السنبلاوين سيدي شيمر بن الوليد، سألت يا أخواننا من شيمر بن الوليد؟ قالوا ده أخو خالد بن الوليد اسمه شيمر بن الوليد. لا، قلت طب ما أروح أدور كده، فلما رحت دورت ما تلقيتش في حد اسمه شيمر أبدا، وده شيخ وضريح ومولد سيدي شيمر بن الوليد أخو خالد بن الوليد، أخذ بالك إزاي ومش حد اسمه شيمر. فيعني ممكن الناس يعني تعمل حاجات عجيبة يعني سبحان الله. شهادة الاستثمار فيها كلام، ما حكم الخروج في سبيل الله؟ ولو وارد طبعا الخروج في سبيل الله جميل جدا، يخرج في سبيل الله طلب العلم، يخرج في سبيل الله للإصلاح بين المتخاصمين، يخرج في سبيل الله لصلة الرحم، يخرج في سبيل الله لتحصيل معاشه وابتغاء رزقه الحلال، يخرج في سبيل الله لجهاد الكفار والمعتدين على الأوطان، يخرج في سبيل الله لتبليغ دعوة الله، فهذا كله في سبيل الله، فالخروج بهذا المفهوم كله جائز.
طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وهناك بالفعل في أسئلة ممتازة جدا حقيقة وجديرة بالنظر، ولكن حتى لا نطيل يعني نرجئها في مقام آخر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.